السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان والأخوات، بسم الله على بركة الله. الجولة ديالنا الاستكشافية، نبداوها من هاد النقطة هادي ديال شارع مصطفى السايح، شارع الطريق الرئيسية ديال الهرهورة، الطريق الساحلية. سلبية لطلب بعض الإخوة، اللي طلبوا مني نوريهم عاوتاني، قال لك اسيدي عاود لنا داك الطريق نشوفوها اللي كتخرج طريق الفلاح. اللي بغى بالنسبة لي ماشي على حساب الصيف هذا، ملي تكون الطريق عامرة، اللي بغى يسلك الطريق ديال الفلاح وكان شاد هاد الطريق الرئيسية ديال هارورة الطريق الساحلية وبغى يتفك من داك الضغط منين يخرج من طريق الفلاح، غادي تشدو هاد الطريق هادي كما كتشوفو دابا. حنا في اتجاه ديال سيد العابد، سيد العابد فيه هاد الهبطة هادي، هاد الدخلة هادي الأولانية اللي هي هادي على اليمين ديالي كما كتشوفوا، وفيه الدخله الثانيه اللي هي هذيك حدا الرومبا. حتى هنا حنا مفهوم. هانتوما ملي كتوصلوا لهاد الدخله الثانيه ديال سيد العابد اللي حدا اللي هي في الرومبا، هاد الرومبا الكبيره، غادي تدوروا على اليسر ديالكم وتطلعوا نيشان كما غندير دابا انا هكذا. هذا كما كتشوفوا كتشدوا الطريق نيشان، غتخرجكم ديريكت طريق الفلاح. هذا بالنسبه للناس اللي بغا يتفكوا في الصيف من الضغط ديال السيارات اللي كتكون في الطريق الرئيسيه. إذا تابعوا معنا بشوفوا فين غتخرج هاد الطريق هادي. هما حنايا العمال خدامين خدامين على هاد الطريق هادي، راه كيصاوبو كيدوزو لواد الحار هنايا. دوزو لواد الحار هنايا، البنية التحتية ضروري، البنية التحتية قبل ما يصاوبو أي حاجة. البنية التحتية هي الأولى كدوز قبل من أي مشروع. ملي كنهضر على البنية التحتية كنهضر على القواداس ديال واد الحار، ديال الشتاء، ديال الماء الحلو، كنهضر على الضو. لاحظوا معايا الإخوان، هما الأشغال هنايا غيدوزو هنايا دابا، كلشي هادشي التحفر يدوز فيه واد الحار. هاد الأشغال جاية من طريق الفلاح، لاحظوا معايا هاد البلاصة كلها دوزوها. تبع معايا اخوان الطريق باش ما تلفوش. بالنسبة للناس اللي كان شاد الطريق الرئيسية الساحلية ديال هرهورة وبغا يسلس من داك الزحام هذاك في الصيف، راه قلنا يطلع مع الرومبا ديال سيد العابد ويشد هاد الطريق طوال ما عنده فين يدور. انتم لاحظوا معايا مزيان فين غنخرجكم. عندكم داكشي بالتفصيل الممل، ما تخافوش، كاع اللي تلفات عليه شي طريق بغا يعرف شي حاجه، شي محل تجاري، شي يقول لي في التعليق حنا نستكشفوا لهم داك المناطق هذه. هنا راه دوزو هنايا لواد الحار، شتو هاد البلاصه هادي كتشوفوها، راه جايه من طريق الفلاح، هبطينا حتى لتحت ديال الطريق الرئيسي في هارهور الساحليه. هما باقيين خدامين هنا كاع، شتوهم
إذن لاحظوا معايا الأخوان، احنا قريبين طريق فلاح راهي، غتلقاو داك السور، السور ديال برلين، داك السور بحال اللي داين ديال إسرائيل، غتلقاوه صافي، عرفوا راه وصلتوا طريق فلاح. ها هو، شوف لاحظوا معايا، غتلقاو مع هاد السور صافي، راكم شديتوا طريق الفلاح. مشيو شوفوا هنا الاشغال بقى ما سالات، شوفوا الاشغال هنايا، شوفوا هنا الاشغال فين وصلت. اذا هنا انتم صافي شديتوا الطريق، شديتوا الطريق ديال الفلاح، من تما كتمشي حتى الراس كاع، تخرجوا اللي بغى يشد التماره يشد التماره، اللي بغى يشد الرباط راه غيشد الرباط. انتم تبعوا معايا، واحد يا اخوان قاعدوا يا اخوان هنايا، الطريق راه باقي ما فينا واش، واخا مزفت راه باقي الفراش الاخراني ما داروش. الشجيرات ديالنا هما زرعوهم، القطوات ديال الضوء ها هما داروهم، راه هما مطراسين شي حاجه تماك في داك التراب هذاك، غادي يديروا تماك الجرده، غادي يديروا جرده، راه طاسراو طاسراو داك الشيء باش يديروا فيه جرده تماك. زعما على حساب الشجر فين يدار، فين يدار الغازو، باش يجي داك الشيء سينتا وحده، سمطة وحده. شوف هنا واش هذا الغازو ولا شنو، هذا الغازو، وصافي زرعوا الغازو هنا، ما زرعوا الغازو هنا، هذاك الزريع ماشي حتى تماك، ولكن المهم غادي يشد هنا غادي يولي مزيان. الغازو داروا الشجيرات ما شاء الله، عرفتي هاد الطريق كيجي رائع. لاحظوا معايا الاخوان، جميل، شجيراتهم مستوهم على الحيط، واخا انا ضد هاد الشجر هذا ما عجبنيش، كون داروا القصب احسن. معنى الجاردينات خدامين. هنا سالة دزفات، نحاولو نطلعو في البيست. البيست هو اللي كيمحل بيكالا عندي انا، ماشي ديال البيست الاخوان، ولكن غنحاول نشوفو كيفاش باش نشوفو كاملين. كداك الحمري، هذا الحمري، حمري الاخوان، نقدر نحاولو نمشيوها بالمهل حتى نسلكو هاد الغبابر هادي. ونشدو الطريق عاوتاني ديالنا، كاين هاي طريق خدا اخرى شفتوها يا اخوان، بالنسبة لي بغي يهبط على يدور على داك الرومبا اللي فيه داك البومبا ديال ليسونس، راه غيهبط عليا يخرج هنا نيشان، دابا نعاود نوريها لكم شي نهار. يخرج في طريق فلاح، لو بغيتيش تمشيو حتى سيد العبد طلعوا على داك الرومبا ديال البومبا ديال ليسونس، راه تخرجوا هنا نيشان. اذا نشوفوا الاشغال فين وصلت، كما كتلاحظوا هنا هادو كلهم هما دخلوهم وبناو ليهم. شوفوا الاخوان، الناس خدامة، الناس خدامة،
خدامين خدامين يا اخويا، ها شويه ديال الصبر. لاحظوا معايا يا اخوان، باقا باقا الاشغال يا اخوان، باقا الطريق هنا ما كاملش. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على طريق فلاح، هانتوما كيما كتشوفوا راه باقا ما باقا باقا فيها الاشغال بزاف. لاحظوا معايا باقي الناس كتجي في الطوب. كاين ها ريبو وكحز اللوف وبني صور جديد. كما كتلاحظوا يا اخوان الرايزو اللي قلنا يدخلوه ما دخلوه صافي. وفين دخلوه شتوه راو. صافي دخلوه. اذن نتابعوا الطريق ديالنا ونشوفوا هنا باقي الاشغال هنايا. كما كتشوفوا الاخوان الناس راهم خدامين هاد البلاصه هادي اللي زناها كلها حتى لهيها. غنوريكم فين كاين دابا الكاميو، راه فين تيبان لكم. صافي بقات دابا في طريق فلاح هاد البلاصه كلها اللي شفتوها اللي مازال ما تصاوبات. ما منين كاين كاميو صافي كل هذاك الشيء راه هما صافي فضاو معاه، راه كيزفتوه دابا فيه. من الطريق هاد الطريق اللي زعما بدات كتبان المعالم ديالها، اما هنا باقي ما بان والو في الوسط. انت من عند هاد الكاميو هذا اللي غندخلوا ليه من هنا بدات كتبان المعالم. ها هما كيزفتو، ها هما كيزفتوهم.
إذن ما دخلنا في التسفيس. مخرج ياك نسلت. إذن كما كتشوفوا يا إخوان هما هنايا كيسفتو. معقولة بدا معقول هنا بدا خدامين عند الزات. خدامين الزفات يا اخوان. خدامين يا اخوان هنايا كما كتلاحظوا معانا. جميل 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 جميل. تبارك الله تبارك الله. الناس خدامه الناس خدامه الاخوان. ترى المغاربه المغاربه هذه الطاقه الطاقه الايجابيه. الناس كتكون عندك المغاربه كفاءه تخممش. هنا رومبا وحده اخرى غتكون يا اخوان. رومبا الثانيه الناس خدامين هنا كيصاوبوا القوادس. صحاب القوادس هادو دوك الغطايات كيقادوهم مع الشانطي. جميل جميل طريق فلاح تولي جميلة. هذا كله ملي كتشوفوا هادو هنا باريارات على حساب القوادس اللي هزوهم باش يتقادوا مع الشانطي. هما طريطوارات هنا جابوهم باش يحطوهم اليوم من هنا. الناس خدامه هنا. جميل جميل الاخوان الناس راهم خدامين. كما كتلاحظوا هما وحدوا الصفوف هنايا ديال المنازل ولا صف واحد. شتو هانتم لاحظوا معايا نيشو نيشو صف واحد ما كاينش. جميل جميل النظام النظام مزيان النظام
النظام و المنظر موحد تاع داكشي الرونق والجمال ديال المدينه وديال الحي وديال البلاد كامله اللي تدوز بحال جي المغرب مثلا وتشوف واحد كاين واحد النظام واحد المنظر العام موحد كلشي مقاد كلشي بلاصتو هذا كيشرف البلاد. اما باش غنبقاو كل واحد يشرق ويغرب ويدير اللي بغا هنا كنوليو في العشوائيه. لذلك الاخوان خاصنا نواكبوا الحضاره والرقي او شاير فوضويين عشوائيين في كل شيء. تبعوا التعليمات اللي كتعطى لكم لا تصاوب لكم شي حي ولا شي شارع ولا هذا ما تبقاوش زاد ديروا اللي بغيتو نتوما. ما كيديروا هنايا صور برلين ما كيديروا بحال داك الصور ديال اللي داروا داك اليهود كيركبوا شتو جايين اخوان جايين مع الطريق جايين دابا تقريبا هذيك البلاصه اللي شفتوها باقا فيها البيست هي اللي بقات صافي هي اللي بقات في الوسط تماك صافي ها طريق الفلاح هذه تكون ناضجه كامله ناضيه ومتوله هما انا خدامين على الطريطوارات كيركبوهم كيزرعوا فيهم انتم نعم سيدي مبرعين لي مع راساتكم طريق فلاح اخيرا. شكون اللي كان كيحلم تكون طريق فلاح هكا عباد شكون ما طريت راسينا خدامين دابا عاد كتكمل الجماليه ديال الشارع. شوف 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 صحاب الجاردينات هما هادو صحاب الجاردينات جاد كيدوزو داك الشعبي الماء باش كيسقيو الجردة هنا الرون بوان ديالنا العجيبة الغريبة اللي قلنا هي هادي الرامبا هما صحاب الجارديناج كيسرحو التراب ديالهم لا عمر غادا هنا الطريق ضيق هنا كيبقى السؤال مطروح واش هذه الطريقه تكون كدي وكتجيب ولا تكون غير كتجيب ولا تكون غير كدي هذه اسئله باقي مطروحين. دابا نشوفوا دابا نشوفوا كيفاش القضيه ديالهم اخوان. كما شفتوا المسار ديالنا غتمو جايين يا مع السيد العابد الرومبا السيد العابد يا مع الرومبا ديال السابلدور ديال السيد العابد راني وريته لكم غتمو جايين جايين حتى توصلوا هنايا هذه هي الخرجه دابا نشوفوا بعدا غنشوفوا واش غايديروا مع هذا الرومبا اللي وريتكم هنا نشوفوا معاه واش غيكون كيطلع وما يخرجش ولا كيكون كيخرج وما يطلعش. الا كانت هذه غتكون كتخرج الرومبا اللي جيت لوطوروت
إذا راه غتسلكوا هذه الطريق هذه بحال هكذا بحال هكذا كما العاده تتخرجوا بداك الرومبو هذاك تلقاو فيه الجدارميه تشدوا ديك الساعه يا الرباط يا الدار البيضاء يا تمارة. جميل جميل جميل. كانت هذه الخرجة لا حقا هذه خصها تكون الخرجة هذه عرفتي علاش؟ باش اللي بغى يشد كازا ولا تمارة ولا الرباط. هذه هي الرومبا اللي غتخرجوا معاها صافي. هنا تختاروا ثلاثة ديال الاتجاهات اللي بغيتوا. جميل جميل. إذا يا إخوانا شفتوا معنا طريق الفلاح أشغال ديالها فين وصلت، وشفتوا في نفس الوقت المسار اللي غتشدوه اللي بغى يسلك من داك الضغط ديال الطريق الرئيسية الساحلية الهرورة يجي على طريق الفلاح. إذا إلى هنا الإخوان والأخوات، خليتكم بخير في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.